بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نأتي في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية، وكلنا أمل أن يكون أو أن تكون لقائمة المقادة حظ في الفوز بإذن الله. طبعا بهذه المناسبة التفت والتف مواطني المقادة حول قائمة الأففاس وحول قائمة أبنائهم المشكلين لهذه القائمة. جاءوا ولاد نصر، احتضنوهم ولاد سي ثابت، احتضنوهم كذلك ولاد بلقاس بن علي، احتضنوهم كذلك الخناتشة ولاد بوزكري، ولاد مومنة، ولاد احمد بن علي. ومن هنا اكتمل النصاب واكتملت الفرحة، وان المقادة اليوم موحدين تحت لواء قائمة الأففاس. أيها الإخوة، اليوم اجتمع عرش ولاد بلقاس بن علي الحرار، وقرروا بالإجماع مناسدة أو مساندة ابنهم البار سالمي جلال هو الرقم 2 في هذه القائمة، وهو من عرش ولاد بلقاس بن علي. إذا كل أعراش المقادة ممثلين في هذه القائمة، كل أعراش المقادة ومشاتا المقادة ممثلين في هذه القائمة. راهنوا على أننا قلة قليلة، وراهنوا على أن ولاد نصر غايبين والتفوا حول قائمة أخرى، ولكن ولاد نصر راهم هنا وجاوا باش يقطعوا الشك باليقين ويقولوا راهنا أففاس ولاد نصر. شكون اللي جا؟ جاوا الرجال الطيبين، جاوا الرجال اللي ما يبيعوا ما يشريوا. ولاد نصر جاوا اللي ما يتباعوش بالكاسكروت. انعم ولاد نصر الاحرار جاوا قناعة منهم ان هذه القائمة تمثل المقادة وكل مقادة. انا كي جاوا معايا ولاد نصر السيارات نتاعهم قديمة راشية، مبصح سامحني مبصح، قناعاتهم قوية وصادقين مع ودهم. ما جاوش ورا المصالح، جاوا من اجل رفع لواء المقادة وشرف المقادة وفخر المقادة وعز المقادة. ولاد بلقاس بن علي هذا العرش المغوار الذي فصل اليوم في قراره بمساندة قائمة الأففاس هو الذي صنع الانتصار اليوم. لأن عرش ولاد بلقاس بن علي أنا نعرفه واش يسوى، حين ما يميل تميل الكفة هكذا ولا لا؟ إذن
انا مانيش ناطق باسم ولاد بالقاسم العلي، راه يجي الاستاذ جلال ويجي عمي بوستاد الدهر ويجي عمي عمي عباره عثماني كبير العرش ولاد محمد الخيار، ويجي عمي سالمي ويجي عمي ومن بعد عمدو لعمي بالقاسم قاسمي يتكلم على الخناتشي ولاد بوزكري، كل يمثل قبيلته ويمثل المشتل تاعو. اذا حنا اليوم هذا انتصار قبل الاوان، وهذا فوز ونتيجه مسبقه قبل الاوان، فنقول للاخرين باب التوبه ما زال مفتوحا، باب التوبه ما زال مفتوحا، باب التوبه ما زال مفتوحا، فليلتحق فليلتحق هؤلاء الاخوه حتى نحتفل يوم 4 ماي بالفوز لصالح المكادة وكل مكادة دون استثناء، كل مكادة دون استثناء. ونزيد نأكد نزيد نأكد احنا ما عندنا حتى مشكل مع اي قائمة، عندنا مشكل مع النيف، النيف هذا لازم يترفع، النيف هذا لازم يوم 4 ماي يطلع للسماء، يطلع للسماء، وهذا هو التحدي، وهذا هو التحدي. قبل ما نختم راي يدور احنا من اصحاب العقول الضعيفة والضمائر الغير حية انهم يراهنون على التصوير وان قواعد اللعبة مغلقة وان التصوير او الانتخابات بيدهم. نقول لهم ان قائمة الافافاس وانصار الافافاس ورجال الافافاس وحرائر الافافاس عازمون على الحفاظ على حقوقهم وعلى اصواتهم بكل الطرق المشروعة، اقول بكل الطرق المشروعة. وهنا اذا كان الامن هنا فليسجلها، اذا كان الامن هنا واني على بالي رب هنا فليسجلها. انتم مطالبون بحماية اصوات الشعب وبحماية المسار الديمقراطي في هذه الدائرة وفي هذا البلد، ومن تسول له نفسه المساس بأصواتنا وحقوقنا سنكون له بالمرصاد مهما كان مصدره ومهما كان مستواه ومهما كانت صفته وليكن من يكون. اذا يوم 4 ماي كما اليوم درنا عرس ديمقراطي وثبتنا للجميع سلطة إدارة أحزاب أعراش أننا الأصلح والأقوى وأن عرش المقادة التف حول هذه القائمة، يجب أننا يوم 4 ماي نخرج نساو رجال شياب كهول شباب نساء ونحافظوا نتعبوا نهار يوم واحد بصح نرتاحوا 5 سنين، نرتاحوا 5 سنين من الحقرة والظلم والاستبداد. واحد البارح قال انا مع نور الدين ومع قائمة الافافاس وقفوه يا سكان المقادة يا عرش المقادة، ترضوا بالحقرة هذي؟ ترضوا بالحقرة هذي؟ اما لا كما يقول العنقة يقول قولي المقولة سي حسن، المبات بالجوع ولا طعام عكاس، المبات بالجوع ولا طعام عكاس. اذا احنا يوم 4 ماي 4 ماي انا متأكد 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 اننا سنفوز، متأكد اننا سنفوز، متأكد اننا سنفوز. تعرفوا باش؟ بإذن الله بإذن الله، لأننا صادقين مع شعبنا، لأننا صادقين مع عرش
لأننا صادقين مع ناخبينا. ويوم 4 ماي في الليل على 10 ليلا راح تخرج قوافل العرش وقوافل مقادة محتفلين بالفوز، لأنه فوز شرعي، ما هوش مبني على التصوير، ما هوش مبني على مصادرة الرأي، هو فوز مستحق لهذا العرش. وفي الختام ربي قدرني، الدموع نتاع الرجال والتعب نتاع الرجال وهذا الشياب وهذا الأعيان اللي رحنا نتعبوا فيهم مدة 2 شهور، الناس كبار ومراض وعاجزين، ولكن جابهم النيف تاع هذا العرش، هذا جابهم النيف تاع هذا العرش، لانه 5 سنين فاتت علينا واحنا في حالة ضياع، في حالة ضياع، ومن ثم الله يقدرنا باش نكونوا في مستوى عظمة هذا الشعب وفي مستوى عظمة هذا العرش. بصح ما تخليوناش، ابقوا معانا، ابقوا معانا انسان ديننا، ابقوا معانا باش نكملوا المسيرة في الانتخابات المحلية، في المجلس الولائي، في البلديات، باش نديروا كذلك رجال صادقين، رجال اوفياء، رجال يخافوا ربي، ما يمشيوش للجامع في الفجر ويديروا الكبائر، ما يمشيوش للفجر ويديروا الكبائر. اذا اتركوا الكلمة لاخي وزميلي ورفيق دربي الاستاذ سالم جلال، وان شاء الله نطلب ربي ما نكونش مسنوح، روح انا وياه ولا روح انا وتاكل انسان، نطلب من ربي، نطلب من ربي انه الفوز يكون ثنائي او ثلاثي. هذه امنيتي، وباش نكونوا في زوج ولا في ثلاثة لازم يوم 4 ماي كلكم يوم الانتخاب تمشيوا للمراكز نتاع التصويت، وما راهنوا على واحد اللعبة. بس هنقول لكم، مش غير الرجال اللي كاينين، كاينة واحد الحرة في بابان فاقت بهم، كاينة واحد المرأة طيبة من ولاد في ثابت فاقت بهم وبلغتني وفوصنا لهم اللعبة تاعهم، فوصنا لهم اللعبة تاعهم لأنها كانت مناورة دنيعة. هما ماهوش معولين على الشعب، معولين على التصوير وتصوير المحاضر، ولكن هيهات، إرادة الله معنا، إرادة الله معنا، وإرادة الله قوية، ويد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. أما لا الناس اللي عولوا عليهم باش يزوروا لهم، اتزاحوا من مصدر القرض، اتزاحوا بفعل امرأة حرة نبهتنا لهذه المناورة. زيد نأكد، امرأة من ولاد سي ثابت حرة نبهتنا لهذه المناورة. إذا إن شاء الله يا جماعة، حتى لا أطيل، المجهود متواصل، العمل متواصل، التعبئة والتجنيد متواصلين. اللي خوتنا اللي ماهوش مقتنعين بنا، ماذا بنا تزيدوا تروحوا لهم وتردوهم الى جهه الصواب، فهم اخوه لنا وهم اخوه اعزاء وكرماء، واللي حب يدخل ويرجع فان بيت سفيان او بيت الافافاس تسع للجميع، تسع للجميع دون اقصاء او تهميش. ادعو دون إطالة. أخي أنا مش بعد الحبس عليه. إذن أدعو زميلي لإلقاء كلمته بالمناسبة.